أهلاً وسهلاً بكم في سهرة منتصف الليل، معكم فيها عمر عايز. ومشاعر عبد الكريم. تسلم. أبدأ أنا؟ أبدأ أنت. إزيكم؟ لما تمر ذكرى وفاة أو رحيل شخصية عظيمة، كثير مننا بيحسوا إنه اليوم حزين، بغض النظر عن إنه إحنا مستمرين في حياتنا بعد وفاة الأعزاء. اليوم ذكرى وفاة واحد من أكبر وأشهر الموسيقيين السودانيين والفنانين السودانيين، عثمان حسين رحمة الله عليه وبحق هذا الشهر الكريم. تفضل يا عمر. نحن ما حنكثر المقدمات، لأنه كل ما نمتلك من ذخيرة ومعلومات صحيح. ومعرفة إلى خلاف، لا يرتقي أن يصل إلى أن يقدم عثمان حسين في هذا المساء في سهرة منتصف الليل، ولكن جعلنا أو اجتهدنا أنه يرافقنا في هذه السهرة نخبة من المتخصصين يشاركونا في تقديم عثمان حسين بالصورة التي تليق به وبوجوده في الخارطة، خارطة الغناء والموسيقى في السودان. خلونا نرحب بهم وهم يقدموا عثمان حسين في هذا المساء. نبدأ بدكتور الماحي سليمان. مرحبا بك يا دكتور. السلام عليكم دكتور، ازيك؟ كيفك يا دكتور؟ الله يخليك، رمضان كريم. تفضل. دكتور نصر الدين شلقامي، سعادة السفير، اهلا بك. مرحبا بك يا دكتور، رمضان كريم. كيف الاحوال؟ الله يخليك. تفضل. الاستاذ الموسيقار عوض حمودي، مرحبا بك يا عوض. عوض ازيك؟ قلنا بالاقدميه، انتم ما رايتوا الاقدميه. اهلا بك يا عوض. اهلا بك. يلا. ده العود بتاعك اللي كنت خايف عليه قبل شويه. طيب كده تمام. على جناو. تفضل. اهلا بك، رمضان كريم عليك. تسلم، سعيدين بجيتك والله. والأستاذ الفنان سيد عوض، أهلا ومرحبا بك. أهلا بك، حبابك عشرة. كيفك؟ تسلم. مرحبا بك. أهلا بك يا سيد. أهلا بضيوفنا الكرام في حضرة عثمان حسين دكتور الماحي سليمان. عليكم السلام يا مرحبا. مرحبا بك. نبدأ ونقول رحم الله الفنان الكبير عثمان حسين، رمز ضخم جدا في الحياة الموسيقية في السودان. عثمان حسين هذا الاسم الذي دخل ويدان كل سوداني من خلال روائعه وأغنياته العظيمة. نحن يعني قدر ما نتحدث عن عثمان حسين لازم نقسم حياته دي لمراحل. عثمان حسين هو مؤلف موسيقي كامل، كامل الدسم، الدسم زي ما بيقولوا. لأنه اشتغل في عملية التأليف الموسيقي دي بصورة، نحن لما جينا عملنا لها قياس بعد درسنا وكذا عرفنا دي صورة علمية. من أين أتى بهذه، رغم إنها كانت بالفطرة، بهذه العبقرية. رحم الله. أهلا بك. دكتور نصر الدين، سعيد جدا أن أكون في ليلة وفيها ذكرى عطرة للفنان الكبير عثمان حسين. أهلا بك. إحنا برضو سعيدين أستاذنا سيد عوض. ألف مرحب بكم. وحقيقة الواحد سعيد جدا إنه اليوم يعني في ذكرى أستاذنا الموسيقار الفنان القامة الهرم عثمان حسين أكون في هذه الذكرى العطرة. أستاذ سيد عوض، ده للحق إنه نقول أول كلمة قالها في إنه إحنا لما اتصلنا به قال عثمان حسين أبوي. يا سلام. فأفتكر ما في حاجة ثانية بتتقال أكثر من كده. زول لما يعرف زول بإنه أبوه. والله هو أبونا وأخونا الكبير ومربينا وتعلمنا منه الكثير حقيقة يعني. ربنا يرحمه إن شاء الله. ربنا يرحمه. إن شاء الله تكون امتداد له بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. نقول الصديق أحمودي.
صديق اللدود ولا يا توفي صديق الحبيب مرحبا عوض حمودي كل سنة وانت طيب. مرحبا كل سنة والجميع بخير. وأنا في معية هذا النفر الكريم دكتور الماحي ودكتور نصر الدين الحبيب سيد عوض، ونحن في ذكرى أحد المؤطرين والمؤسسين لما نحن عليه الآن من موسيقى وما وصلنا له، يعني ديل الناس اللي أرسوا دعايم هذه اللونية التي رسخت يعني في ذكراه. الرحمة بحق هذا الشهر إن شاء الله تنزل شبابا على قبره وهو في عليين إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى أن يفضي سامرنا هذا لما يعني يعين من لم يسمع عثمان حسين على سماعه إن شاء الله. يا سلام. برضو للحق عوض حمودي خلى برنامج كبير عشان يجي يشارك في الحلقة دي، فالحلقة دي في شأن محبة عثمان حسين أكثر من إنها في شأن ذكراه، لأنه هو حي لا يموت بأعماله وما قدمه للشعب السوداني. تعرف يا مشاعر لو أنت يقدر لك إنه تصطحب عثمان حسين أكثر من 12 سنة ومن كل جمعة لكل جمعة تأخذ منه النغمة كفاحا والحديث عن الغناء وعن رصين الغناء وكيف تسنى لهم أن يصنعوا هذا الإرث الذي يخلد خلد وسيخلد إن شاء الله. دي نعمة ما بدي يا ربنا لا يزول. وإحنا عثمان حسين أبونا إلى أن فارق هذه الفانية لم نبرحه، وكنا نلتقيه لماما وكنا نستمع إلى عوده ونستقي منه الطرق التي ترسخ لسودانويتنا. نعم. يا سلام. يا سلام يا عوض. شكرا لك وشكرا لضيوفنا الكرام المنوريننا. استهلالية لطيفة من كل الضيوف في حق الفنان الراحل عثمان حسين، وهو الذي يستحق أكثر من ذلك بالكثير. خلونا نبدأ بالتقرير ونجي نستهل الحوار مع ضيوفنا الكرام. ماشي في شارع يا عمر، وده يمكن ابتدر به الحديث معاكم عن عثمان حسين. تعرف احنا نكون ماشيين في شارع لو لبرهة كده انتبهت بانه في رادي يردد او عبر اسيره صارت لك نغمات عثمان حسين زي الالفة، تقيف طوالي بتقيف يا سلام لحد ما تنتهي الاغنيه. بعد ذاك ما بكون في اشكاليه في انه يتمرسلينك لمليح داير تقضي شنو ولا ما بيطر والوقت ما بكون محسوب. بتقوم تستمتع بالشغله دي ورحم الله عثمان حسين ربنا ان شاء الله. الحلقه دي ما محتاجه محاور، خلونا نتفق من البدايه. الحلقه دي فيها شخصيات عاشرت وعاشت مع عثمان حسين وتعلمت منه زي ما قبل ذكر أستاذنا أحمودي، وعاشوا معاه حتى قبل أيام قليلة من وفاته. دكتور شلقامي لو ما أظن في زول بيقدر يعني حسي في محرك البحث ده بتقدر تلقى سيرة عثمان حسين، لكن في حاجات ما بيعرفها كل الناس. وقبل أستاذنا أحمودي قام نبهك وذكرك تاني الحي السكني، الأحياء السكنية عندها دور كبير جدا في إنها تكون الفنان. صح الحقيقة نحن يعني معاشرتنا لعثمان حسين كانت في الحي الأخير السكن فيه. جايز الأحياء الأولى كان أستاذ الماحي معاشروا فيها، لكن إحنا عاشرناه في آخر حي السكن فيه في الديم. في الديم. الديم. كان في وأنا الحقيقة يعني سعيد جدا إنه آخر 13 يوم في حياته نحن كنا قاعدين معه في البيت. كنا مجموعة من المعجبين بالغناء، وكانت معنا سميرة دنيا ومعنا الدكتور يعقوب عبد الماجد ومعنا الدكتور زروك عوض تذكر زروك كان جاي من لندن، ودي كانت المناسبة مشينا قعدنا معه. وهو وقف الغناء طبعا من قبل أكثر من 10 سنوات ما كان بيغني، مش لأنه ما بيقدر يغني،
لأنه هو رجل مجود. حسين كان مجود وما عاوز الإيمج أو الانطباع أتركه لدى الناس قبل 20 سنة أو 30 سنة إنه يتغير، ما عاوز يتغير. فاليوم ده رغم إنه إحنا نقعد معه كثير يعو، لكن ما كان بيغني، كان بيستمع. وكان عوض ده مرات بيقعد مع السيد، بيقعد معانا في عدة مرات وبيستمع للناس اللي بغنوا ليه، دكتور زروق وإنت وفيصل الصحافة، فكان بيستمع لهم وبيستمع للعزف بالذات. عوض كان بيحب يستمع للموسيقى، ما سيعزف وغانيه. فاليوم ده كانوا أثاروا جدا وحصلت مؤامرة إنه لازم يغني. يا سلام. فحاصرناه وبدت سميرة دنيا تبدأت له أغنية خاطرك الغالي. يا سلام. ذكر. بعد ذاك بدأ هو يغني، كملها، كمل الأغنية. ويعني كان هو بيمنع التسجيل حقيقة، يقول لي يا جماعة ما في زول يسجل أنا أغني. لكن عندنا واحد كان أخونا مصطفى عبد المامور، كان عنده مسجل في جيبه وسجل الليلة، الفرصة سجل الليلة موجودة كلما سجلها وسجل هو غنى بس الأغنية دي، بس أنها كملها. فكانت ليلة رائعة جدا. بعدها ب 13 يوم هو انتقل. ربنا يغمضه بالرحمه والمغفره. دكتور الملاحن، احنا لو جينا تكلمنا عن الخلفيات اللي جا منها الفنان الراحل عثمان حسين من جزيره مقاشي في مروي، وبدايته الخلوه هناك وانتقاله للخرطوم في وقت مبكر، وبرضه مواصلته في الخلوه، وبعد ذاك يعني والده قدر ما يجتهد معه انه يوجد له فرصه بتاعت عمل. شغله كان صبي في مع واحد من التزية. عثمان حسين كان بيتسيب من الحاجة دي وبيمشي بيسمع، بيمشي القهاوي عشان يسمع الغنى القديم، الغنى العربي اللي كان موجود الوقت داك في الإذاعات وفي الأجهزة. الراديو ما كان متوفر في كل مكان، فعثمان حسين كان بيمشي القهاوي عشان يسمع الغنى ده بحكم الانتماء. دارين نعرف الخلفية اللي كونت عثمان حسين من وجهة نظرك وطلعت منه هذا الموسيقار العبقري المؤلف الموسيقي زي ما نحن تكلمنا قبل شوية في الاستهلالية. والله لو مسكنا البيئة النشأ فيها كدائرة ثقافية كبيرة ضخمة هي منطقة الشايقية، طبعا منطقة الشايقية متأثرة بالحضارة النوبية القديمة صحيح. ودي كلها روافد أعطت الغناء الطنبور أسلوب عبقري جدا. ولو مسكنا إيغاء على الدلب، إيغاء محير بالمناسبة لكثير جدا من الموسيقيين لوقت طويل جدا إلى أن استوعبوه وبقى يتكتب باللوتر إلى آخره. فلذلك عثمان حسين نشأ في بيئة معافاة، بيئة غنية غنية جدا بالموروث الفني والثقافي والأدبي وإلى آخره. وبالتالي هذا الموروث طلع لنا هذه المدرسة العجيبة، المدرسة العبقرية، المدرسة التي يمكن أن نتحدث عنها كثير جدا بالمناسبة. يعني أنا لما ضربت لي مشاعر قلت لي عايزين نتكلم عن عثمان حسين. طيب يا أخوان أنا أمسك عثمان حسين ده من وين؟ من ياتو زاوية، زاوية. بالذات في الناحية الموسيقية عثمان حسين بالمناسبة أدخل تجديدات كثيرة جدا في النظام النغمي الخماسي، والتجديدات دي يمكن نقول كل مره نقول منها شويه على اساس انه يعني يمكن نمره واحد عثمان حسين غير طريقه التلحين، ما بلحن بالكلمه، بلحن بالكوتا بالجمله والمقدمات أيوة. الموسيقيه ايوه كيف بلحن بالكوتا؟ يعني يقول لك ايوه قول كل طاير مرتحل عبر الاهل، عبر البحر يا الاهل حملت أشواقي الدفيق. دي جملة كاملة. جملة كاملة يعني ما مقتطع. يعني أنت بيقول كل طائر مرتحل عبر البحر قاصد الأهل، حملت أشواقي الدفيقة. في نفس واحد. دي 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 كانت سيما. بس يا أستاذ الماحي نلاحظ إنه اسمه حسين رغم إنه هو من منطقة الشاقية مقاشي وعاش في الوسط بتاع الشاقية، لكن لم يتغنى بأغاني الطنبور أبدا. نعم. حسين كان قومي جدا في تفكيره وفي علاقاته وفي ألحانه وفي غناه، كان قومي، شخصية قومية تماما. صحيح. يعني أبدا ما تغنى وأنا أتذكر يعني مرة كنا في لقاء مع بعض في الإذاعة وسألته السؤال ده، قلت له يا أخي
غنيت شنو لأماني شاقية وأنا لها ما متأثر تماما ما غنيت. قال لي أبدا أصله أنا قال لي ما غنيت أي حاجة في الأغاني الشاقية. فدي من الحياة الميزات دي الميزات القوية. البيئة الكلية. البيئة الكلية. أيوة. البيئة الكلية. أثرت بالتأكيد. أيوة بكل تأكيد مهما أثرت. كان أثرت فيه. الشخص وعلى ذلك أنا كلمة غومية دي خلي بالك. عندك فعلا. هي هوية. خلاص خلينا. هويتنا. نخلي السؤال إنه هل هو كان فنان المثقفين؟ يعني بالزبط. او الافنديه زي ما بيقولوا الزمن ده. هو فنان المثقفين بالضبط لما تاخذ الكلمات والشعراء اللي هو غنى لهم كلهم ايوه بتعرفي انه هو كان فنان لطبقه المثقفين. ونحن تحت الهواء يا دكتور كنت بذكركم في انه دائما المحيط اللي بيحيط بالفنان بيكون له تاثير المباشر صحيح في اختيار انماط تشبهه أو توجيه مساره لأنه أنت دار تقول للناس شنو دار تغني شنو. فالخرطوم أنا أعتقد أن الخرطوم أعتقد اعتقاد راسخ جدا الخرطوم لها أثر بليغ جدا جدا في توجيه مسار عثمان حسين. يمكن الدكتور لو استرسلت لي في الحتة دي شوية الناس اللي حوالينه عثمان حسين بدأ عازف عود مع عبد الحميد يوسف مين اللي اخذ بيده وقال لي اخي انت غني ولا القصه دي جات كيف معليش يا مشايره لا احنا قبل اتفقنا على الحاجه دي من البدايه انه يا جماعه دي ما الحلقه دي ما حلقه محاور اخوه طه اصلا دي في شان المحبه يعني اكثر واحد اخوه طه وساعده الاخوه اثر فيه وهو قدم قدمه للمجتمع بحكم عمله في المكتبه قدمه الغناء بحكم انه هو رجل كان في الطباعه وفي المكاتب في المكتبات رجل مطلع جدا فقدم يعني وكان بيديه كلمات بيجيب له كلمات من المجلات ومن الكتب وكذا. لكن لو ان احنا لاحظنا لاول عمل او ثاني عمل لعثمان حسين هو كان من غرش محمد حسن الاول فزول بيغني لغرش محمد حسن في الوقت ده معناته زول أيوه. في درجة عالية جدا من الثقافة فراش الحائط درجة عالية فراش الحائط أيوة واللقاء الأول اللي هي دي الأغنية الثانية بعد حارم وصلي حارم وصلي أيوه. مالك لمحمد حسين عتيق بعدين عثمان حسين ما غنى لو لاحظنا عثمان حسين ما غنى حقيبة ما غنى حقيبة إلا بعد ما قدم نفسه بأغاني وبألحان غنى الزرجة على الحقيبة يا شو قال نتكلم عن ناحية موسيقية خلي عوض عمل لنا الفراش الحائط بس المقدمة وسيد الدين أستاذ سيد الدين المقدمة شوف عبقرية اسمع حسين يا ريت تتكلم عنها شويه برضه انت ايوه طبعا المقدمه دي أيوة. فراش الحائر دي طوالي تستقل لك أستاذ سيد عوض أيوة. لكن بعدين نتكلم لنا عن أيوة جدا دار أضيف حاجة للأستاذ كلام أستاذ الدكتور الماحي في مرة من المرات أنا قاعد مع أستاذ عثمان حسين فقمت ذكرت له قلت له يا أستاذ عثمان حسين أنت في أغنيات كبيرة جدا مثلا زي والله يا أحلى البنات لو كان لجسر الغنى بتلقى في شطرة طويلة جدا وشطرة صغيرة ويعني الحكاية دي يعني أنت لحنتها كيف اجتهدت فيها كيف فقام قال لي انا في مرحله من مراحل حياتي لو كان جابوا لي جريده انا بلحن فقلت له دي عبقريه كيف يعني تلحن جريده يعني جريده دي ما قال لي انا بلحن الكلمه ما بلحن الشطره ولا البيت بلحن الكلمه فعشان كده كل ما لح الكلمه هي بتخليني انا لحن يعني اي كلام في اي وقت في كده يعني ف لما تقعد كده انت تلمست على يد الفنان الكبير عثمان حسين شنو أول أغنية بتنزل في ذاكرتك؟ والله أنا ما غنيت لأستاذ عثمان كثير لكن في أغنيات يعني أنا كتب لي بإيده وأنا غنيتها ولحن لك؟ لحن لي أغنية من الكلمات شاعر الصادق الياس بتقول تانية خطواتي سرت
لشقاوة الحب وسيرته اللي بيجيب بإيده حيرته في الهموم بالطول مسيرته. يا سلام. أيوة. فأنا كنت محظوظ جدا إنه يعني صحيح أنال من هذا الفيض. هو غنيت الليلة الليلة حد داسية إحنا لكن الليلة إحنا أصلا اتفقنا معه اتفاق إحنا عايزين نسمع نماذج للفنان عثمان حسين. طيب لكن اسمع. ممكن بعد ذاك نرضي أستاذ حمودي عشان ما يزعل مننا ودنيا قبائل عيد. أنا بقصد إنه زول لما يخش تاريخ كبير زي ده من أوسع أبوابه يعني أنا قدر لي إنه مثلا أجلس لعثمان حسين وقدر لي إنه أجلس لوردي دي أشياء ما بتتاح لكثير بين يوم وليلة يعني أو في كل مرة. فسيد عوض أنت قدام الناس دي تلتزم إنه الأغنية دي تطلع على جناح السرعة جدا والله إن شاء الله. جدا إن شاء الله أنا من هذه الحلقة إن شاء الله إن شاء الله حنغني منا كوبلي ومطنع جزء إن شاء الله وإن شاء الله يا أستاذ عوض نلتزم به أين كده نغني حاجة اللي قال أول بواكير عثمان حسين. يا سلام. وضفاف النيل قد أصغت إلينا وحباب الكأس يغبو في يدينا وارتشفنا تباعا ما ارتوينا ويا حبيبي قلت لي وفي اللغة وخريري الجدولي وفي المساء المقبلي وسوف تلقاني
واسقني من كفتيك. خمرة منها يرتوينا ويوم عدنا والتغينا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. دي قصة كاملة. دي حكاية ورواية أنا أعلم على حاجتين. تفضل. أول حاجة انت قلت عشان حسين قال لك انا اخذت لي الجريده دلحينة. نعم حقيقه. تصور الحاجه دي فعلا نزول من اسم مرحله من التمكن قدمه كده من والحاجه دي كانت بالمناسبه عند سيد درويش. زمان سيد درويش كان مشهور مش يعني فعلا بيجيبوا له جريده بيخطوا عليه ويقول له يعني دلحين المرسل الكلام المرسل. انا داير اضيف لي كلام النقطه الثانيه لو سمحت لي يا عوض. الـ 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 هذا الـ الـ الأغنية لو لاحظتوا إنها بالفصحى. صحيح. الفصحى دي طبعا تلحين الفصحى يجب أن يأخذ أسلوب الموشح العربي. أسلوب الموشح لأنه فيه إمكانية بتاع أداء جماعي وأبعاد وكذا. هسي زي الأغنية أقبل الليل ودين ومسكونة الكورال وقدموها كده بصورة هتكون عمل مدهش مدهش للغاية. لأنه ده أسلوب فيه تنويع داخلي. لو شعرنا في أسي في جزئية قبل كلنا خدمنا كده يتحركنا فيها مع بعض. فدي العبقريات هي الغنائية. أستاذ حمود أنا قبل يعني ما تقول كلامك أو مداخلتك دي أو تعليقك عايزك تاخد برضو في بالك إنه مسألة إنه هو كان عازف للعود. هو لأن الشيء بالشيء يذكر. أنا أيوه. كنت عايز أقول إنه قدر السودانيين انا بفتكره من هبه ربنا انه معظم العباقره كانوا موجودين على آلة العود. صحيح. التجويد على آلة العود بيمكن الفنان من انه يعرف مساحته وين. صحيح. مساحتك وين دي بيعداك بتتيح لك خيالك ده ممكن يكون ممكن يكون ابعد من مدى مساحتك الصوتيه إذا كنت حاذق للآلة اللي بتعزفها. عثمان حسين زي ما قلنا بدأ عازف عود. صحيح. ويمكن لحد تقريبا نقول 2000 وكم يا شلقامي إنه العفق على آلة العود ما شاخ يعني كان زول بيعزف منضبط جدا فيه لحد قبل ما يتوفى. هو يتوفى 2008 يفتح كم يوم كانوا بيعزف. نعم نعم. انا شخصيا شاهدت له وسمعت له انه بيعزف عود مضبوط جدا جدا. ده لانه بدا عازف وخلاف كده قبل ذكر ما ذكر عن البيئه دي اخواننا بتربي السمع. يعني لو فرضنا انه عثمان حسين عاش لحد عمر 8 سنه في ارض الشوايع ارض الطنابير دي سمع ساكت بيكون شبع يعني بعدين جاي يعوض جاي هنا قام نمى الحاجه دي بانفتاح للعالم الخارجي باستماع طبعا مؤكد للاذاعات والراديو وهنالك بعض الاراء الفنيه بتقول انه استمد هذه الثقافه في بتاعه المقدمات الموسيقيه من خارج الوطن. انا لما ازل احاصر شلقامي بانه لابد نقول له جوق حوالين عثمان حسين وانا متاكد تماما زي وعدي معكم ده انها كان لها اثر واضح. طيب في توجيهه في تسقيفه في 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 كثير الكلام حلو. لو سمحت لي يا استاذ عوض قبل ما ننتقل لدكتور طيب شلقامي انت ذكرت نطلع فاصل ننزل الضامين كلهم ذكرت بتاعت المقدمات يا دكتور لو جينا للحتة بتاعت الأغنية بتاعت النيل وما النيل اسمها أنت يا نيل محراب أنت يعني. أيوة. شوف استخدم فيها النوبة دن 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 زي كأنه الهدير بتاع واستعمل فيها برضو الطرمبة زي كأنه للنداء
يعني فيها خيال. ممكن انت تسترسل لنا في الحته دي يعني؟ والله يا جماعه الناس دي احنا ما شفنا من المحاور، لكن دي المحاور المكتوبه يا مخرجنا. والله ما شفنا زول بالتفكير ولا احنا اصلا قاعدين نطرح اصلا ملاحظه انه احنا ما قاعدين نطرح خالص. نمشي خلاص عوض قال نمشي فاصل. خلاص يا اسلام يلا نمشي فاصل ونجي راجعين ثاني ونواصل. مرحبا بكم من جديد. اليوم حلقتنا حلقة منتصف الليل في شأن محبة عثمان حسين 10 سنوات على الحضور. طيب خلينا نرحب بضيوفنا مرة تانية. قبل ما نرحب بزميلنا مجاهد مناح حينضم لنا بعد شوية على الهواء من الموقع اللي هو فيه تقريبا في شارع النيل. مرحبا بك يا مجاهد، سامعني كويس؟ مرحبا بك الزملاء عمر ومشاعر وبكل ضيوفكم الكرام الموجودين في الاستوديو. أيضا تحية طيبة عبركم لكل مشاهدي منتصف الليل في كل مكان داخل وخارج السودان. أمسيتنا الليلة أمسية متفردة وأمسية استثنائية جدا، ونحن في حضرة الراحل المقيم عثمان حسين بعد مرور 10 أعوام على هذا الرحيل، وهذا الحضور الخالد الذي أثرى الوجدان السوداني بالكثير من الأغنيات الرائعة والجميلة. من خلال هذه الفقرة الاستطلاعية نحاول أن نضع أكاليل العرفان على دفتر الرحيل القامة عثمان حسين. حنشوف بعد شوية معكم عدد من الاستطلاعات وحنرجع لكم في الاستوديو إن شاء الله. طيب شكرا لك يا مجاهد، حنرجع لك بعد شوية إن شاء الله. شكرا لك دكتور الماحي سليمان. قبل إحنا ما نطلع للفاصل كان الكلام عن واحدة من نقول من الدروس ولا من المقطوعات الموسيقية العالمية ويقونات محراب النيل. اي محراب النيل دي بالمناسبة أغنية بدل فيها عثمان حسين أو كل صبة كل عبقريته في هذا اللحن، لأنه عمل مقدمة موسيقية هي عندنا بتدخل في الموسيقى بسموها موسيقى البرنامج بروجرام ميوزك. لو أدي فكرة عن البروغرام ميوزيك اللي هي الـ بتصور حالة قصيدة تقراها لكن تحولها لنغم موسيقى آلية وما في غنى ما بتغنيها. بتشوف لوحة، اللوحة دي عائلية بطلع منها موسيقى. فده صور لنا أو أنت ممكن نقول موسيقى تصويرية. يعني صور حركة النيل وهو بيتحرك من المنبع وماشي وماشي والأمواج بتتكسر إلى آخره. أنا بعرف الفراديس المقدمة بتاعت أنت يا نيل دي عشان الناس تقارن. يعني أنا حقول لكم منها، وبرضو يا دكتور ماحي ما ننسى مجهود كبير جدا بزلول الموسيقيين معه بتنفيذ في إيصال الصورة على أكمل وجه. يعني كل الكاست اللي كان مؤدي معه ناس كانوا بيجتهدوا في انهم بيقعدوا وما مستعجلين، لانه الغنى لو ما تجود ما كان بي صحيح. اين كده نسمع
يا سلام يا عوض. دكتور شلقامي، عثمان حسين كان نفسه يغني للنيل، وده من استماعه الكثير، ففضل اختيار النص بتاع محراب النيل لتجانس البشر. أيوه. وطلعوا لنا بالإحساس الجميل. دارين نشوف يعني عثمان حسين كيف كان بيقدر يمزج بين إحساسه وبين اختياره للكلمة، وتطلع لنا الملاحم الجميلة دي. طيب. وعنده تجارب كثيرة، ده بعدين هيسوقنا الحديث عن تجربته برضه مع بازرعة بحكم علاقته الشخصية. وكان بيترجم النصوص اللي بيكتبها بازرعة بالتفصيل في شكل الألحان. صح. وفي الناحية دي بالذات هو كان بلحن المعاني، لأنه كان عاش مع بازرعة يعني مراحل كثيرة جدا من حياة بازرعة. وبازرعة معروفة أنه شعره كان بيحكس حياته وبيحكس تجاربه في الحياة كلها، فلذلك هو عثمان حسين عاش معه وكان يعني لصيق جدا به، وكان صديق له جدا يعني. وحتى لو لاحظت في بيته كان صورة بازرعة هي الصورة الوحيدة الموجودة في الصالون بتاعه، صورة كبيرة لبازرعة، كان له تقدير كبير جدا وبيناتهم في علاقة كبيرة جدا. لذلك هو لحن المعاني بتاعت الكلمات بتاعت بازرعة كلها. ملاحظ، هو لحن المعاني، ما لحن الكلمات بس، لحن المعاني. حتى برجع لحاجة هو قال لي، أنا قمت قلت له أنت تأثرت بناس محمد عبد الوهاب وناس سيد درويش وجماعة. قال فعلا هو بيستمع لهم كثير جدا، لكن قال برضو هو كان بيشتري الأسطوانات من الدلالات تحت الخواجات. قال لي أنا بمشي الدلالات تحت الخواجات، بشتري السيمفونيات، وكان عنده السيمفونيات دي قاعدة في أسطوانات كانت عنده بيستمع لها. قال لي بيستمع لها طوالي يوم كله، فيعني ده تشعر أنه في خلط فينا في الموسيقى، بين الموسيقى دي الواحد ما يستغرب انه جاب من وين. يعني زول بيستمع للسيمفونيات بتاعت بيتهوفن وموزارت وديل، يعني بالتاكيد يعني بيكون زول افاقه كبيره. طيب دكتور الماحي، الخلطه دي كيف؟ بتاع محمد عبد الوهاب، سيد درويش، موزارت. كلام علمي جدا، لانه في الموسيقى في حاجه اسمها السوناتا فورم او القالب الموسيقي. القالب ده نحن بنعمل به قياس على الموسيقى العربية والموسيقى العالمية والموسيقى السودانية، ونشوف الزول وصل، لأنه هو يعتبر من أفضل القوالب اللي اتعملت في مجال الموسيقى الكلاسيكية بالتحديد. اللي هو فيه حاجة اسمها العرض، النماء والتفاعل، إعادة العرض، يعني بسمونه exposition development re-exposition. كل عنصر من هذه العناصر عنده، يعني شوف المقدمة بتاعت أنت يا نيلي، لما جينا قسناها بالسوناتا دي لقيناها ماشية بنفس المراحل، تنطبق على المعايير، المعايير العلمية. وده بوري إنه زي ما قال شلقامي كان بيستمع لسيمفونيات بيتهوفن وموزارت وباخ فأكيد يعني. وبعدين كمية ثانية من العناصر الداخلية لما نقولها وقت نرجع لها. والله شوف، انا افتكر انه دكتور ماحي اشار لحتة مهمة جدا، هو الدكتور شلقامي، انه الفنان ده ذخيرته الاساسية انه يسمع، بالذات من سبقوك. يعني انت الناس السبقوك دي لو سمعتهم كويس، اول شيء بتتشرب منهم، ما بتكون زي ما بقولوا نبت شيطاني، يعني بتجي انت وانت مليان مشبع بأشياء بتظهر في إنتاجك بشكل واضح جدا، في قراءة جديدة، في موسيقى جديدة أنت استلهمتها من سماعك، من لساقيا لطنبور لموتزارت للناس كانوا بغنوا ساكت بيدينهم ديل. يعني أنت لو سمعتهم برضو بتستفيد من الزائقة النغمية الموجودة. صحيح. أستاذ سيد عوض، خلي إحنا مش نسينا، لكن كان موجود في الحلقة إنه نحيي بالتأكيد أسرة عثمان حسين الكبيرة. نعم. والموجودين في الاستوديو الآن هم أسرة عثمان حسين، زي ما كل أسرة ممتدة في كل السودان. لما نجي نتكلم عن فنان أنت بتحبه وعاشرته وقعدت معاه وتلمست على يده، بيكون متأثر به تأثر كبير. نعم. لدرجة إنه ممكن يظهر في طريقة أدائك. نعم. لكن الملاحظ يمكن لطريقة أداء أستاذ سيد عوض، انت ما بتقلد عثمان حسين. صحيح، انا ما بقلد عثمان حسين، لكن انا بحب عثمان حسين جدا. كلنا بنحب كلنا بنحبه، ونحن كلنا زي ما تفضلتي، نحن كلنا بالنسبه لي اسره يعني.
ربنا يرحمه. ويمكن يكون ده واحد من الحاجات خلي انه يلحي لي يعني. لو كنت انا بقلده ما كان لحي لي يعني. بالمناسبه عثمان حسين ما ادى زول لحن غيرك انت وفيصل الصحافه. دي محبه كبيره بالنسبه لي. المحبه من شرف كبير بالنسبه لك اكيد طبعا. بعدين لو انا كنت بقلده ما كان لحن لي عمل لانه هو موجود يعني. لكن هو راى في اني انه انا ممكن العمل ده اقدمه ويكون امتداد طبيعي للحاجات اللي هو بيعملها يعني. صحيح. ودي صغه كبيره جدا انا يعني ان شاء الله اقدر اكون قدوه يعني. في كثير من الناس بيفتكروا انه يعني الكلام اللي ذكره دكتور الماحي سليمان الاغنيات العظيمه والكبيره اللغه العربيه الفصحى المخارج الصحيحه للحروف لكن مع ذلك عثمان حسين غنى الغنى الخفيف الغنى الابهج الخرطوم او جنوب الخرطوم نقول غنى كل الخرطوم غنى سردولي بالذات سردولي أيوة. وبعض برضو بتاعت عبد المنعم عبد الحي برضو بعض أغاني وناس نسلالة نسلالة والحاجات دي أيوه. إحنا ندي الفرصة لي دكتور شو القامي يختار لنا أيوه. واحدة من الأغاني الخفيفة نسلالة والله يا أخي نسلالة دي طبعا يا دكتور الماحي عابز يشوف لنا واحدة من السردوليب يا سلام. طيب نسلالة دي نضيف معلومة يا دكتور قبل ما سيد الدين نموذج نسلالة يقال إنها الفنان عثمان حسين وضع اللحن صح ومشى لعبد المنعم عبد الحي قال لنا عمل الكلمات كلمات على اللحن ده صح فطلع عليه ناس لالة وطلعت بالقالب الجميل ده نحن بعدين دارين نجي نشوف انه كيف ممكن تطلع الاغنية ويتوضع على اساس بتاع اللحن وتتركب على الكلمات خلينا بعد ما نسمع النغمة طيب انا طبعا هي ناس لالة والله للأسف الشديد يعني ما كنت يعني ناخد مجهز لكن من الاغنيات اللي انا بحبها جدا أيوه. بحب يا استاذ عوض لو تفضلت معي ظلموني الأحبة يا سلام ليه حميدة بعشر ممكن تعقب عليها بعدين Thank you.
ولا تعطى زماني. أنا ضيعت عمري في حلوى الأماني. ولا جاد الأحبة ولا تعطى طالعين فاصل، عشان في الفاصل ده نعمل مؤامرة صغيرونة كده يغني لنا فيها حمودي. أيوة أنا وافق. أهلا بكم من جديد. متذكرين إحنا في وعد إنه نغني بعد الفاصل. أستاذ حمودي حيدينا نموذج صغير من الأغاني الخفيفة للموسيقار الكبير الفنان الراحل عثمان حسين. وطبعا المشاعر الشيء اللي أقدر أقوله، أنا كل الغنى الرصين والكبير إحنا نكاد نكون بنحفظه، باقي الحاجات بنعزفها للفنانين وبيغنوها في الحفلات والغنى الخفيف يعني. ده ما تقليل من شان ولا شيء، لكن اللي يحب الغنى يعني هسه مثلا انا لما اكون دار اسمع علي عثمان حسين بسمع شتات الماضي، بسمع احلى البنات، بسمع قصتنا، بسمع كده. لكن انا اديك حاجه سغنونه كده هي عوان بين هذا وذاك يعني. طيب يا حبيبنا ليه تسيب
وش كان حرام حرام تحرمني حتى الابتسام. تحرمني منك لو عتاب اشتاق وافرح بالبلاء. حرام جيك بالشوق وعود بالهجر منك والخصام ليه ليه تسيبنا ليه يا حبيبنا ليه تسيبنا ليه تسيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا للضنا الما بينتهي للشقا الفوق جبيننا رسم خطوط ما بتنمحي ليه تسيبنا ليه يا حبيبنا ليه تسيبنا. يا سلام يا عوض. طبعا ما بنقدر بأي حال من الأحوال لكن هو محاولة. شيء محاولة. أنا بديك شهر الصوت. طيب نحن دارين نقول قبل ما نمشي لمجاهد دارين نقول إنه عثمان حسين نوع اختياره في تعاملاته مع الشعراء. ما كل غناه لبا زرعة ولا لعوض أحمد خليفة. غنى لشعراء تانيين اختار منهم أجمل الكلمات طلع معها أجمل الألحان. عثمان حسين ما في زول لحليه غير والدلحاوي أغنية تسابيح ودي تجربة تستحق أنه ناس يقف عندها. لكن خلونا نمشي لمجاهد معنا من شارع النيل على الهواء. مجاهد مرحب بك نعود لك. مرحب بكم من جديد الزملاء في الاستوديو ولكل مشاهدي منتصف الليل في كل مكان. ما زلنا متواصلين معكم من عوامة مراسي الشوك. معانا الآن عدد من الفنانين الشباب وعندنا توقيعات محبة. ما زلنا مستمرين حول الحديث عن فنان الأفندية عثمان حسين. مرحب بك الفنان جميل صلاح دهب. مرحب بكم ومرحب بكل المشاهدين ومرحب بضيوف الكرام في الاستوديو. تحية لسعادة السفير الدكتور نصر الدين شلقامي والدكتور الماحي سليمان وال الفنان والموسيقار الماهر جدا على آلة العود عوض حمودي والفنان سيد عوض. مرحب بكم كثير. شنو الليلة ذكرى عثمان حسين مرور 10 أعوام شنو بتقول انتوا كفنانين شباب في رحيل القام الفني عثمان حسين؟ هو عثمان حسين احنا بنقول رحل لكن هو باقي وخالد بأعماله معانا. فأنا واحد من الفنانين يعتبر نفسي من المحظوظين جدا انه انا يعني من الناس اللي حفظني الغنى ذاته عثمان حسين بنفسه. ف الكلام في حضرة عثمان حسين ما بتقال في إفادة أو إفادتين فتتخصص له حلقة كاملة مش منتصف الليل. المفروض تتخصص حلقة يوم كامل عن الحاجة دي. فنحن نقومنا ونقول المختصر المفيد في الحتة دي. يعني لما نجي نقول عثمان حسين بنتكلم عن الأداء الموسيقي بنتكلم عن تعدد اللحن بنتكلم عن اختيار اللحن قبل الكلمة وبنتكلم عن حاجات كثيرة جداً. يعني هو دخل في الموسيقى السودانية بداية من المقدمات الموسيقية اللي هو كان يعني من المغرم بها جدا من الفنانين العرب زي عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم في بعض الأغنيات بتاعتهم زي قارئة الفنجان ورسالة تحت الماء. دي من الأغاني اللي فيها مقدمات موسيقية. فعثمان حسين سخر السلم الموسيقي السوداني الخمازي بالمقدمات الموسيقية اللي هو كان اقتبسها منه تحديدا وخدتها في الغنى السودانية. إذا جينا مسكنا مثلا الغنية بتاعت جاي تترجاني اغفر ليك ذنبك بنلقى اللحن بتاعها في الأول بيختلف عن مطلع الأغنية ذاته اللي بيقول كنت تحلم بالسعادة بيختمها بموسيقى قوية جدا يعني في 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 النهاية. فده تعدد لحني وعبقرية يعني كبيرة جدا من فنان
اكيد استفدتوا انه كفنانين شباب يعني. والله يا اخي احنا مش استفدنا, ان احنا يعني تشبعنا تماما ولسه احنا دارين المزيد بالحاجه بشكل زي ده. يعني احنا لو قلنا لك والله يا اخي احنا استفدنا ونحن لسه يعني وقفنا في حته زي دي, نكون والله كضمنا على الجمهور ونكون كضمنا على الناس دي كلها يعني. لكن يا ريت نحصل ربع الحاجه اللي عندنا عثمان حسين. شكرا جزيلا. نشكر جدا. معنا برضو الموسيقي الرائع لؤي عبد العزيز. لؤي مرحبا بك. مرحبا بك, تحيه لك وتحيه للضيوف الاعزاء في الاستوديو, تحيه لكل المشاهدين, كل سنه وانتم طيبين. لو تكلمنا عن الجانب الموسيقي, اختيار عثمان حسين دائما يتميز لانه مدرسه قائمه بذات, يتميز بالمقدمات الموسيقيه الطويله, واضاف هو بارع جدا واستاذ في الالحان والتوزيع. حقيقه يعني احيانا ترحم على روح الفنان الكبير عثمان حسين, ومدرسة مليانة بالوعي الموسيقي, مدرسة يعني متكاملة فيها يعني صور جمالية غير عادية. حتى التركيب الموسيقي أو الجمل الموسيقية اللي بيستخدمها أستاذنا عثمان حسين مليانة بالصور الجمالية, وبيستطيع أن ننقلك من مشهد إلى آخر بسلاسة كبيرة. وبعدين يعني مدرسة اهتمت فيها على الاستعراض الموسيقي, يعني كان فيها مقدمات موسيقية جميلة جدا جدا, فيها تنوع على المستوى الإيقاعات, يعني كان في تحول إيقاعي. ويعني مدرسة حقيقة يعني تعتمد على التأليف الموسيقي في المقام الأول, وكل الجمل جمل تصويرية. ويمكن يعني بحيي من هنا أستاذي الدكتور محي السيمان, هو معاكم في الاستوديو. نعم انا بحييه, وبحيي برضه الاخ الموسيقي عوض حمود, يمكن الموسيقيين, احيي برضه الفنان سيد عوض, كل الضيوف الموجودين, فسعاده السفير شلقامي. حقيقه يعني مدرسه مليانه بحاجات كثيره شديد, يعني يمكن عشان الواحد يتكلم عنها, لكن اجمالا نقول انه مدرسه استاذنا عثمان حسين مدرسه رائده مختلفه تماما, مدرسة لها يعني أبعاد, كلنا تعلمنا وما زلنا نتعلم من هذه المدرسة العظيمة. أشكرك جدا. نتحول معنا الزميل والشاعر عبد الملك ياسين. مرحبا بك عبد الملك. يا هلا ومرحبا بك أنت وسام وكل الضيوف الأكارم داخل الاستديو. طالما من الناس في الاستديو كله يعني جامعة حاجة واحدة, يعني حب وعشق هذا النهر الثالث كما يسمونه, بيسموه بالهرم عثمان حسين صاحب الألحان الخالدة والكلمات المعبرة جدا. لكن أختص بالتحية لكل الضيوف وبالتحديد دكتور شلقامي وهو يبتسم الآن, أنا متأكد تماما. عبد الملك, لو تكلمنا عن اختيار عثمان حسين للشعر وانتقائه للكلمات, وانت كشاعر برضو شنو بتشوف المميزات اللي كان بيتميز بها؟ أنا قاعد أقول دائما وجعت الزول البريد بوجعتين, ضحكت وبعدين دمعت لمن سمعنا مع بعض عثمان حسين, وبالتحديد كانت شجن وجمل شجن. ما أقدر أقول عثمان حسين اختياره كيف, لكن عثمان حسين لمن يختار اللي بازرع بالتحديد, هو ده أكتر شاعر كتب له على مستوى المفردة, سواء كان قصتنا من أجل حبي لا وحبك, كتب له أغاني عظيمة حتى بلادي أنا وأرضي هنا ميراث الكرامي وأبي وتاريخ شعب قوي أبي, الاختيارات للغنى الوطني العاطفة الشديدة عن إسماعيل حسن لا والله بحبه, بيجاي حارم وصلي مالك, بيجاي بتلقى حتى لغرش محمد حسن يعني أوعديني للدكتور الزين عباس عمارة, يعني التفاصيل بتخليك انت ذاته بتعرف انه الاختيار بعناية. حتى لمن جاي يختار القصائد الخفيفة اختار الزول الكتب اللون الخمري وانا والاشواق اللي هو سعادة البروفيسور دوليب, اختار له وبدأ له بداوم على حبك اول عمل ثنائية بيناتهم, بعد ذاك بقت التفاصيل اكبر من كبيرة واجمل من جميلة في التسامح, روح التسامح, اختيار التسامح, مسامحك يا حبيبي, حتى في انه قال لهم يا اخي ما يعني بيختار العبارات المؤثرة جدا, قال لهم لو عملت شنو ذاك انا ما بصدقكم, كاختيار لمفردة من السردوليب هذا البروف والقدير والجميل, يعني قال لهم لو قلتوا حبيبي جفاني ودع حبي هجراني ما بصدقكم, هذا دارين تعملوا شنو؟ في النهاية قال لهم خلاص اتجمع القلبين, خلاص يتوحدوا الأملين واصبحنا رغم البين روح واحدة في جسدين, اللي بيختار دي واللي بيختار أنا والنجم والمزا, واللي بيختار حتى أطيب اللي مثل اللي ليه عوض أحمد خليفة, أطيب خاطرك الغالي وسامحك لو نسيت, تأكد تماما هو ما اختيار عشوائي, هو قاعد يختار أي قصيدة جواها في لحن
موسيقي في باله، زي ما قام الساعة واحدة ولا اثنين بالليل لحن جزء من شجن وكانت في خواتيمة. يعني اللحن هو بيختاره من داخل النصوص بعناية وبذكاء وعبقرية جدا. رحم الله عثمان حسين من 1927 ليوم السبت 7/6/2008، يعني حيظل خالد إن شاء الله، حيظل خالد ما خلدت أي أغنية من 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 لحنه من نظم الشعراء الجميلين. شكرا، اشكر على المداخله الجميله. معنا برضو الفنان الرائع مروان. مروان كيفك؟ يا هلا بيكم، مرحب بيكم، مرحب بقناه السودانيه 24. مروان، الليله حديث عن فنان الافنديه عثمان حسين، شنو بتقول؟ هو احنا بنتكلم عن هرم كبير وفنان غامس سامع، يعني يمكن اللي كانوا قبالي أطفوا كلام كثير، واكيد في الاستوديو كلهم يتكلموا برحاب عنه، فانا حتغاصر الكلمات هنا في حضوره، يعني ما بقدر اقول عنه حاجه غير انه استاذ ومدرسه كبيره. نتمنى انه احنا نكون يعني شكل له حاجه بسيطه من الوجدان السوداني اللي عمله الاستاذ عثمان حسين. انا يمكن يعني يمكن الشباب كلهم شاركوا بالكلام، داير دندن بحاجه بسيطه للاستاذ ان شاء الله تنال اعجابكم واعجاب الساده المشاهدين. داوم على حبي واسأل على جنبي، داوم على حبي واسأل على جنبي، ما تفكر ما تفكر تنساني، داوم الدنيا يا حبيبي قربك والجنة أحلى لجنبك، الدنيا يا حبيبي قربك والجنة أحلى لجنبك، حبيبي خلقوني أحبك وخلقوك علشان علشان تهواني، داوم. شكرا لكم كثير. شكرا لك مروان، وشكرا على الكلام الجميل. مشاهدينا الأعزاء، دي كانت لمسة وفاء ومحاولة بسيطة جدا إننا نجمع توقيعات المحبة من المحبين والعاشقين، وسيظل عثمان حسين خالدا في تاريخ الأغنية الوطنية السودانية وخالدا في وجدان الكثير من الشعب السوداني. دي كانت أبرز استطلاعاتنا، وما فحل من كده. شايف، أرجع لكم في الاستوديو. شكرا يا مجاهد، وشكرا لكل الشباب اللي كانوا معاك. واحدة من الحاجات اللي يمكن بتقوي للشباب إنهم الكلام اللي بتقال عن انهم هم بعيدين عن الغنى السوداني، بعيدين عن الثقافه السودانيه، دي كانت نماذج ونماذج عشوائيه، لانه عثمان حسين ما زول ممكن احنا نتخطاه باي حال من الاحوال. لما نقول انه تربينا بعثمان حسين بيكون حقيقي تربينا بعثمان حسين، تربيه ليست في الغناء فقط. انا داير ارجع عليك دكتور نصر الدين فيما يخص اناقه عثمان حسين. زمان كانوا يقولوا الفنان الفنانين صعاليك، لكن لما نجي لعثمان حسين منح الفنان لقب الأستاذ. الأستاذ بالضبط. أفتكر عثمان حسين لعب دور كبير جدا بأول حاجة بأخلاقه وبمصهره وبغنائه وأداؤه، على أساس يغير هذا المفهوم. واجتهد عثمان حسين، كان بيهتم جدا بأدق التفاصيل في لبسه. وأنا يعني في المقام ده بذكر حياة كثيرة مرة دينا نماذج. يعني أذكر نموذج مرة إحنا كنا مدعوين، كان معي الفريق ابراهيم حبيب الكريم الله يرحمه، ومعي عم بستلودي، وهو طلعنا ماشيين، كنا مدعوين في عندي الصديق. وقلنا له يا اخي الدعوه دي في 4-5 نفر بس نحن. فقام لبس شبط. فلما وصلنا الباب لقينا في زي 10 عربات في البيت، فقام قال لا جماعه انا نزلتكم انا والله رجعوني البيت. يا سلام يا اخي ليه؟ قال انا لابس شبط. يا سلام. فحتى الفريق ابراهيم قال لي يا استاذ عثمان يا اخي انا لابس مرقوب. قال لي لا والله انا معلش يا جماعه ما اعتذر، انا لازم امشي البس كويس واجيب كده. رجعنا البيت، الوقت كان متاخر ولبس فعلا. قال لي يا اخي في اكثر من ناس، انتم قلت لي 5 انفار احنا فينا مشي لبس، يعني لبس لبسه كامله ومشوا. بعدين طبعا هو كان عنده اختيار جميل جدا للالوان. وانا افتكر سيدي تاثر به كثير. كان عنده اختيار في الوان القمصان اللي بيلبسها مع البدله مع الحذاء اللي بيلبسه، يعني كان عنده اختيار. وانا بتكلم مع المنظمه، منظمه عثمان حسين،
وأنا عضو فيها، ومن هنا أنا حييهم وحيي كل أعضاء المنظمة. بالتأكيد. وأخونا الماحي برضو عضو معنا في صحيح. المنظمة. فتكلمت معهم إنه ليه ما يكون في متحف للمغتنيات بتاعت عثمان حسين، من العود بتاعه لحد ملابسه كلها، حتى لما يلبس اللبسة السودانية البلدية العادية دي كان بيلبسها كاملة، يعني ما تلقى يلبس طاقية ولا كده. وبعدين عثمان حسين ما كان بيستقبل ضيوف إلا بمواعيد، صحيح بمواعيد عشان هو يكون لابس كويس ويستقبل كويس. انت عارف يا استاذ، انت بتغني لي حته حقيقه، احنا تعلمنا منه الاخلاق والادب واللبس يعني تعلمنا منه اي شيء حقيقه. انا اذكر مره من المرات كان في موعد بيني وبينه انه ماشيين لمشوار معين، انا كنت مرافقه يعني، فانا تاخرت زي 10 دقائق كده، ربع ساعه ما اكثر من كده. فجيت لقيته هو بكامل الأناغة بتاعته، ولابس بدلة وكرافتة ولابس لبس جميل جدا، وقاعد في الحوش برا. وجيت سلمت عليه أستاذ، فسلم علي قلت له أستاذ يلا نمشي بعدها. قال لي نمشي وين؟ قلت له إحنا ما عندنا مواعيد، وأنا جيت وأنت جاهز الحمد لله. قال لي لا ما ماشيين. أخرت عليه ليه؟ قال لي أنت تكون فنان، تكون فنان في مواعيدك، يا سلام، تكون فنان في أخلاقك، تكون فنان في لبسك، تكون فنان في أي حاجة. نحن ما ماشيين، نحدد موعد تاني. أنت يا تكون فنان يا تشوف شغلاني تاني. أنت برضو يا سيد سمعت حقيقة يعني، يعني أنت مثالية. برضو أنت بحكم أداني درس يعني، صحيح. بحكم علاقتك هو لصيقة، نعم. يعني عاصرت احترام وتقدير للزملاء والفنانين، يا سلام. وتقدير الزملاء الفنانين للفنان الراحل عثمان حسين، وعندك برضو بعض النماذج البسيطة في شكل العلاقة الجميلة بينهم. والله هو أستاذ عثمان حسين كان بيتمتع بعلاقات طيبة مع كل زول يعني، وأي إنسان يتعامل مع عثمان حسين بيحبه طوال يعني، حقيقة يعني. وكان عنده روح جميلة جدا. عثمان حسين مع الزول الكبير هو كبير، مع الزول الصغير هو صغير، يعني مع الزول يعني هو بيتمتع بروح طيبة جدا، بيتعامل مع أي زول، زول ما متكبر، زول يعني متواضع جدا، عنده تواضع العلماء، راجل متواضع تواضع غريب يعني. يمكن يكون كل هذه الأشياء خلت الناس تحبه يعني. دكتور الماحي سليمان، أنا ما بحب الفكرة حقة الاتهامات دي، لأن اتهامات ما محلها الفنون بأي حال من الأحوال. لكن لما نسمع ألحان زي النماذج اللي تقدمت عليه قلتها على المسافة الصغيرة سمعناها فيها، ومعرفتنا الكبيرة بألحان عثمان حسين وألحان عباقرة في التلحين السوداني، افتكر من المخجل جدا انه احنا نقول احنا ما عندنا كراسة للفنانين ديل في كلية موسيقى ودراما. لا، اعمالنا موجودة يعني، حتى لو ما بطريقة مباشرة يعني بطريقة غير ما مناهج، لكن يعني الكثير من الاساتذة هم بيدرسوا في الطلبة في مختلف الفصول، دائما بيتعرضوا للانتاج السوداني يعني بنماذج يعني زفالهم على البيانو. هاي في كثير كثير رسالة. عندنا بروف الفاتح الطاهر وبروف محمد سيف، ديل اجتهدوا وطلعوا كتب ودونات كثيرة جدا. لكن معلش قطعت دكتور الماحي، انا بقصد فيما يخص المناهج الدراسيه، المناهج المنظمه لكليه موسيقى ودراما. ايوه، في كثير من المعزوفات السودانيه دخلت في ماده السولفيج، ودي الماده الاساسيه لتعليم الموسيقى النوت الموسيقيه يعني. يعني المنهج السوداني بشكل او باخر موجود، لكن ممكن نقول ما بنسبه اكبر كبيره هاي. بس يمكن كلام سلقان قبل لسه التكريم العملي لعملته المنظمة، منظمة عثمان حسين في كلية موسيقى، عملته في الكلية، صحيح، بأوراق علمية، صح، وكان هو موجود. صح. أنا أتذكر الله يرحمه، أنا قدمت ورقة، وأنا قدمت ورقة، سلام حسن قدم ورقة، مجموعة من الناس قدمنا أوراق، هو قاعد يبكي والله، يا سلام. إحنا يعني الحقيقة ده أنا بعتقد ده كان تكريم عنده قيمة معنوية كبيرة جدا، يا سلام. طيب نحن في الخواتيم. والله يا أخي قيمة التكريم ده، أنا أفتكر إنه تسمو إذا أي زول من المختصين والدارسين، يا عمر ويا مشاعر، مسك له فنان وقام بتدوين أعماله منذ النشأة إلى أن يعني فارق الفانية. أفتكر إنه بيصب في مصلحة الدارسين. فين انت يعني، انا معاك ان الزول ممكن يقرا المنهج الدايتوني يا استاذ الماحي او المنهج الغربي،
بيعينك أي في التكنيك في التعامل مع التعامل الآلي كيف، لكن المنهج السوداني أو إذا جاز إنه نقول قدرنا نعمل منهج سوداني لإبراهيم عوض شيء لعثمان حسين شيء لمحمد وردي، بنلقى إنه المتخرج أو الطالب لما يصل دور التخرج بيكون يتشبع بموسيقى سودانية مكتوبة عنده ومراجع يعني يعتد بها. صحيح. من ناحية ثانية عثمان حسين كاد يكون الفنان الوحيد اللي كتبت فيه 4 كتب. صحيح. يعني في 4 كتب الطاهر إبراهيم كتب كتاب، نادر الشريف كتب طارق شريف، نادر شريف وطارق شريف ومحمد أحمد إسماعيل. بروفيسور أحمد إسماعيل يستحق أكبر من كده. عثمان حسين يستحق. هذا وثيق حقيقة يعني تتكتب فيه ومدونات. قيمة عثمان حسين بوريها قيمته عند الناس عند المثقفين والصحفيين والإعلاميين. يعني نحن بكل أسف حلقتنا انتهت. كنا نتكلم قبل شوية في الفاصل إنه محتاجين حلقة واحدة ما بتكفينا وساعة ونص ما بتكفي. عثمان حسين يستحق أكثر من ذلك. لا أملك غير أن نحيي كل ضيوفنا الجميلين اللي شاركونا، الأستاذ الموسيقار عوض أحمودي، دكتور الماحي ودكتور صديش القامي والأستاذ سيد عوض على إضافاتهم وإضاءاتهم الجميلة في هذه السهرة، وأكيد هي بعض الإشراقات من سفر مليء بالتميز وبالعبقرية وبالنبوغ في مجال الغناء والموسيقى. شكرا لضيوفنا الكرام. نحن مشاعر حنختم تسمح لنا انه نحول حبه كده في قصتنا. يا حبيبنا لم تزل قصتنا قصه حب، او ما زالت قصتك قصه حب اقوى من الحقيقه. دي حتكون ختام حلقتنا. نتمنى انه في شان محبه عثمان حسين نكون قدمنا نقطه من بحره الكبير شديد. ربنا يرحمه ويحسن اليه وبقدر ما احسن الينا بانغامه بالحانه بادبه باناقته بتواضعه الكبير. ودعناكم الله. إلى اللقاء. أموت سهل.
الله.